مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه تجاهل الاتحاد الدولي لكره القدم المنتخب الجزائري قبل القمه المنتظره ضد نظيره المنتخب الوطني المغربي، واشاد الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قبل المباراه المنتظره يوم السبت المقبله بمستوى اداء المنتخب الوطني المغربي لكره القدم في بطوله كاس العرب المقام بقطر. وكشف موقع الفيفا أن المنتخب المغربي واصل مسيرته الرائعة التي قدمها عبر السنوات الأخيرة، وقدم عروضا مميزة وممتعة في البطولة وكان الوحيد مع المنتخب القطري في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول للبطولة حيث فاز كل منهما بجميع المباريات الثلاثة التي خاضها بمجموعته أشار الفيفا إلى أن المنتخب المغربي واصل مسيرته المميزة وحقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث بمجموعته في الدور الأول لكأس العرب ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 31 مباراة متتالية خاضها على مدار 1267 يوما متتالية مع استبعاد الهزائم عبر ركلات الترجيح. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء